بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة رف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله حنشوفوا إجابة على أشهر الأسئلة اللي وردت لنا في الفترة الأخيرة، وهي إن إحنا زرعنا البامية أو زرعنا الخيار ولي 10 أيام ما أخذ درش، فهل أنا أروي النبات ولا أسيبه؟ فحنشوف بقى بصورة عملية في أرض الواقع إزاي الموضوع ده بيحصل وإيه سبب تأخير التخدير. تفاصيل كثيرة ومعلومات جميلة إن شاء الله حتتابعوها معنا مع أبو حسن، فتابعونا بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة للمشتركش، لأن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين في القناة. عافية يا شباب، عافية يا عم الحمدة، عافية يا خالي. خلاص خلص صلاتك وتعالى من هنا. يعني متابعينا بيسألوا السؤال الأشهر، يعني جاء من أكثر من متابع، أنا لي 10 أيام زرعت البامية ولسه ما طلعتش من الأرض، فهل أرويها ولا أستنى؟ والله على حسب الأرض، الأرض لو جاف فيمشي فيها المية. وبعدين في حاجة، يعني هو المفروض لو رمى نفس اتجاه الدفة ده من الناحية دي، أو هو لو السرايب احنا زي ما شايفين يعني أدي السرايب، السرايب مثلا مشرق مغرب أو زي ما نقوله شمال إيه جنوب إيه؟ شمال جنوب آه. احنا رميين في ناحية ايه؟ في ناحية الغرب، ناحية الشرق ناحية الشرق آه. تمام، الدفة عندي في السرايب اللي هي ايه اللي هي شرق غرب ناحية الجنوب، ناحية الجنوب ادي آه. ده دفة وده دفة آه. لو رامي زي كده الزرع بتاعه هيبقى اكيد في مخدر، مش هيقعد يعني في حاجة ما مخدرش كله، لا هتبقى في حاجات مخدرة، ممكن تلقى في حاجة ظاهرة. كان في حاجة ظاهرة والارض جفت يمشي فيها المية بحيث المية تلين تحت الغزة، يعني يا دوب يتحكم في المية الزرع بعد يومين كله حيظهر. انما لو مشكلة وطامة كبرى زي ما اخونا الرجل صاحبنا بتاع الخيار راح رمى ايه عشان خاطر السريح هيفكر في الزرع في المستقبل، ما فكرش فيه في ايه، ما فكرش فيه في البداية راح رمى الخيار من الناحية دي ناحية لسه الجو برد معاك لحد 15/3 هو كده ضر الزرع. انت يعني انت ارميه من هنا ما تشيلش هم السريح، لو انت مثلا المصطبه بتاعتك زي السرابه دي ترمي من الناحيه دي ما ترميش من الناحيه الثانيه، الناحيه دي مش دفى مع انها على الشمس، لكن مش دفى، الدفى من هنا، الدفى من الناحيه دي تمام. فالواحد اهم حاجه تفكر انت شوف اتجاه الزرع. انا يعني كل بلد مثلا معروف يعني كل واحد عشان الدنيا يعني لا، فما اعرفش انا مثلا لو انا قاعد هنا فرمنت غير لو واحد قاعد لي في قوس وهو عارف الشمس وعارف اتجاه الدفى ده ازرع ليه كذا سنه أوه. فالواحد اهم حاجه يراعي الناحيه اللي هي ناحيه الدفى تمام. يعني انا لما نزرع كرنب في الصيف لو اضطرتني الظروف ان انا نسرب السرابه بنفس الاتجاه المفروض ما نرميش من الناحيه دي، نرمي من الناحيه الثانيه، لان الناحيه دي هتبقى حاميه هتبقى حر شديد، لان الشمس هتبقى الصبح مثلا هتاخد لها شويه من هنا بسيطه وخلاص باقي اليوم كله من هنا لحد الغروب فبرضه ايه دي حاجات يعني الحدود في الصيف عكس الحر عكس الحر معروف انا لو رميت خيار مثلا من لو رميت خيار في الصيف في شهر 4 15/3 20/3 25/3 نرمي من الناحيه دي لكن ما نروحش مثلا نرمي في اخر 2 او انا نرمي مثلا اول 3 ونروح نرمي من الناحيه دي، الجو لسه برد ما غشكش الثلاث ايام اللي هم حاليا الجو بتاع دي موجه هتعدي فانا اهم حاجه نظبط يعني ايه نظبط حالي في الـ في الـ في الزرع ونعرف الاتجاه بتاعي في اي بلد انا عايش فيه. يعني انا بصراحه لما كلمني صاحبنا الرامي الخيار ابراهيم انا والله يعني زعلت، ليه؟ ان تقاوي غاليه حاليا وتقاوي وكلف، بس ان شاء الله الزرع هيخدر بس هياخد وقت. يعني هو ممكن كان الزرع مشى فيه الميه كان بقي في حجم الباميه دي تمام لكن هو دلوقتي لسه الزرع يعتبر يا نبت يا ما نبتش، انا ما اعرفش ايه اخباره، وكلمني من 3-4 أيام ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. يعني دلوقتي طب الريات الاولى، يعني الريات الاولى للباميه يعني هل هي حساسه للدرجه دي؟ يعني انا اهم حاجه يعني عارف الزرع اللي انت شايفه ده المره الاولانيه يعني كنا 4 عمال كل 2 على قنايه، ورغم ان موتور واحد اللي شغال يعني موتور 20 حصان مش هيطلع ميه كثيره خالص، ومعاك المزقه كثير مش هيرمي فيه. يعني انا مثلا معايا يكون المكنه شغاله معايا في الغيط غير لما يكون شغاله على مزقه في ميه تتهدر مثلا معايا فاهمني. وكنا شغالين ليه؟ بحرص. الميه اللي فاتت كنت انا ومحمود بس 2 شغالين والميه مرتاحه، ليه؟ رفعت الميه شويه عايز يحصل معايا ليونه من ورا
المية دي بقى حصل نفس المية اللي هي حصلت في المرة الأولى. عايز يكون عندي إيه؟ عايز يكون عندي يعني عايز يكون الزرع ياخدش كثافة المية اللي خدها المرة اللي فاتت. تمام؟ لأن أنا عايز إيه؟ عايز الزرع ده لو هنجهز هنجهز عليه. يعني هو الزرع أنت حس لو شايف أنا هنا ممكن يعني بالشجرف دي كده تحس شايف الأرض؟ طين. ولكن طين ولكن الأرض زي ما الأرض سودة كانت مع الزرع. يعني عايز الارض يعني هنا في جفاف من ورا عايز 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 يتحل عايز يحصل ليونه ورا الزرع عشان الزرع يحل يمشي شوي الزرع يمشي شويه نسوي ما بعد كده هو ايه الزرع عادي الجدره وتت يعني يعمل مع نفسه يعني هو يجري على الميه مع نفسه لكن انا عندي مثلا يا دوب الزرع ما عملش حاجه لسه يعني وين الجدر مثلا اللي يمشي انا لو وريتك مثلا جدر باميه عشوفه مثلا كده جدر وتت ويمشي لكن حاليا لسه نصور يا دوب شعيرات فأنا أنسعدها حنسمد وحنسقي ويعني المية جاية يوم لحد النهاردة الجمعة بعد يومين كده ولا حاجة يمكن يوم الاثنين الزرع ده يشرب وإن شاء الله بإذن الله يعني على الرش والشرب يتغير وعليها على المية الجاية دي بإذن الله الزرع يجني يعني إيه يعني حيصيم الزرع وإن شاء الله يجني إن شاء الله لأنه هو برضه في نباتات بص فيها عقد فيها يعني إيه فيها نسبة عقد يعني مش كثيرة يعني بص تحس إيه طالع فيه كنابل بس يعني طب يا عبدو دي اول تسميده؟ لا انا سمدت سمدت انا سمدت الميه اللي فاتت وهنسمد دي ما هو الوقت الزرع في الزغر اهم حاجه التسميد في الزغر يعني انا يوم جيت بدات نزرع رشيت مثلا 8 شواي سوبر وصبر من الاصفر هو اللي هيحل التربه ده اديت طن ونص ده قبل ما اي حاجه بعد كده رحت مشيت الميه تخدر الزرع ما رشيتش ما سمدتش اي حاجه المية اللي فاتت كنت سنة زي كده سمت 3 نترات تمام؟ 3 نترات؟ 3 اللي هو النشادر للفدان لا دي لفدانين يعني فدان كيس شكارة ونص المرة دي ممكن ندي 3 برضه تانية اما ايه نعزم شوية ونتضرب زي ما انت شايف الزرع المحمل الزرع محمل ممكن انا يعني ما نكبش كبيش زي كده في التصبيغ ممكن نقطر قطر ليه؟ لان الزرع واخد كثافة في السرابة يعني ما في مكانات قاطر الزرع في بعضه وين ما كنا لو انت حته فاضيه مثلا عايز تكبش فيها كبش او لقمه زي ما نقول دي العله الجديده طبعا دي مش عله امال ايه دي مرميه مع بدايه الزرع احنا وقفنا ولكن اعتبر دي اعتبر ده برد بالنسبه له اعتبر هي جت في الجمده تمام انا رامي من هنا من غربه يعتبر دي من غربه بالنسبه له ولكن هي عشان خاطر مش عشان سرابه كده مكشوفه معاها يعتبر ده بالنسبه لها برد يعني دي برد شوف يعني يعتبر في السرابه من الناحيه دي شوف هي اترمت خدت الفتره شوف الزرع ده وشوف الزرع ده يعني هو خدر مش مخدرش مرميه مع نفس يعني مع نفس في نفس الزرع مع نفسه لكن شوف بقى طب دي خدت قد ايه في التخدير يعني دي تاخد وقت تاخد وقت هي تقعد قاعده الغله تحت الارض وبعدين تروح تطلع وتطلع يعني هي تطلع هي طلعت بس ما قدر يعني بص زي ما تقول ما الجو كل يوم برد فيها بالنسبه لها يعني زي واحد نايم مكشوف من غير يعني غطاء زي اخونا دي مسطرة الناحيه الثانيه يعني اخذ فتره واخذت فتره دي حدت ما خضرت ما هو انا رامي من الناحيه دي رامي من الناحيه دي برد في خضر وفي ما خضرش يعني بص في نباتات هناك مخضر وفي نبات ما خضرش تحت الكاميرا بالظبط لو رجعت لورا في غزه عندك مخضر غزه مخضرة ولكن شايف اذا عامله ازاي بص نفس حجم يعني هي دي مرميه مع الزرع ده في يوم واحد ولكن في يوم واحد بس ولكن البرد المكان بتاعها اثر ده برد هنرموها هتخدر بعد فتره هتمشي انت عشان ترميها يعني ما نقعدش نرميها كذا مره لا هنرميها من الاول لكن الزرع شايف تحت ايدك فعلا هذه في غزه ثانيه برضه تحت ايدك هذه يعني انت شايف في غزه ثانيه ما هو الزرع هي السرابه كلها مرميه السرابة يعني ده مرمي مع نفس الزرع مع نفس الزرع في اللي يخدر وفي اللي مش هيخدر انا ارموها تخدر ما تخدرش يعني ايه على حسب له فده يعتبر برضو اخواننا اللي هم زرع الباميه هم ابو العدش دي ممكن يكون ممكن يكون مش رميها في اتجاه الدفا خلي بالك مش رميها في اتجاه الدفا ما هو اهم حاجه اتجاه الدفا يعني انت شايف برضه احنا هنا وادي بسرعه عمليه قدامكم يعني ادي دي ادي بص ادي ده الدفى وده ده ايه وده البرد ادي السرابه ادي القنايه معايا دي قنايه انا بالنسبه لي الناحيه دي ايه الناحيه دي ناحيه الدفى اللي هو ايه ناحيه الجنوب بالنسبه لنا ناحيه الجنوب بالنسبه لنا
والناحيه دي اللي هي ايه؟ ناحيه الشمال. ناحيه الشمال طبعا هيك شايف انت. بص في هنا كام المفروض في غزه هنا وغزه هنا وغزه هنا ما خدتش طبعا الا كام غزه كده. يعني اهم حاجه اهم حاجه الجو ما بصش يعني انا بص يعني هو يعني اخونا فيعني بس للزرع لما يخدر وهو في السريح يعني هو عشان خاطر الهواء ما عملاش عايز في اتجاه الهواء عشان مع ايه عشان بعد كده في السريح ما يمشي لكن هو لا هو انت طيب احنا بابو احنا لكن الخيار عن في هالفتره دي عن طوبه عن سرح ونطوب يعني هو يعني ايه نطوب عن جي نمسك مثلا جذع الخيار لو انا معايا زرعه خيار انا اتلافى في الخيار مثلا انا رميه في الناحيه دي في الناحيه دي تمام. الناحيه دي بالنسبه لي سهل لو انا مسرب كده لكن في الناحيه دي رميه من الناحيه دي عندي نمسك الجذع من جايبه من هنا من على السرابه وعلى ورقه نجيب الطرف وعلى ورقه من الناحيه دي ونجي حط عليها ضوبه ما يرجعش معايا ثاني على ورقه يرجعش معايا الزرع ثاني الزرع قد ما حمل بالخيار عمره ما يرجع خلاص تمام في الفتره الاولانيه كلها يتطوب يعني نمشي عليه الزرع سرحا وطوب كل واحد فاهم لازم يطوب الزرع في اتجاه العكس ولكن هو هيفكر فكر في الزرع في السريح قبل ما يخدر الزرع يعني موضوع السريح ده ليه حل ليه حل التخدير طبعا صعب صعب ياخر معاك ياخر الزرع معاك يعني انت لو واحد لو رامي سرابه على الدفى هو تبص هتلقاه تفرك على الزرع وتطرح قبليه اكيد تطرح قبليه ب 10 ايام اقل حاجه جميل يعني المفروض الخيار 45 يوم الزرع يكون بشر 45 يوم في العروه دي في الجو ده 45 يوم لو يعني صادف الجو مثلا مشى معاه يوم دفى ويوم هنا زي كده يخدر لو انت رميه في الاتجاه ده ولكن ترميه من الناحيه دي طبعا ده ماساه ده عاوز له 10 15 يوم عشان الزرع ينبت زي ما حصل معنا في الباميه ما هو باين كل حاجه قدام عينك انت شايف الله يديك العافيه الله يبارك فيك بارك الله فيك